هذا الفحص اليومي ما راح نخلص منه. كل التفاصيل مع أستاذ محمد كنج من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت الدولي. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور. يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيكم. بس عندنا سؤال، عندك فكرة إذا المطار بده يفتح قريبا يا ملا؟ يعني عندكم تعليمات؟ لأنه أكثر من سؤال صار جاييني بهذا الموضوع اليوم الصبح. في شيء مذكرة بفتح المطار؟ بعد ما طلع مذكرة. ما في مذكرة المطار. بس حتى نطمن المواطنين. على كل حال، رجل انخطفت رجل انخطفت زوجته استاذ محمد، والخاطف طلب فدية بقى ما بيبعت له، بقوم بيبعت له اصبعه، بقول له الزوج طبعا يمكن الاصبع يكون لوحده تانية، اذا بتريد طعلى راسه حتى اتاكد. يا محب الحمد لله. الحمد لله بعد في راس. استاذ محمد، الساعات المقبله ماذا يتوقع لها على صعيد الطقس؟ بالنسبة للساعات المقبلة طقس ربيعي بامتياز، حيكون درجات حرارة ضمن معدلات لشهر أيار، يعني على الساحل حتكون بحد الأكثر بحدود 26 درجة. طقس اليوم قليل الغيوم بالإشمال، عندنا ضباب على المرتفعات. بداية ارتفاع درجات الحرارة بالمناطق الشمالية والداخلية حتبلش تدفى شوي، امبارح كان شوي برد، يعني بالمناطق الجبلية بين 10 و22 درجة. هون إذا عم نشوف الحرارة على سطح البحر تقريبا بالمناطق الداخلية بحدود ممكن توصل بأكثر المناطق الداخلية في الشرق بحدود 30 درجة. الزحلقة من المتوقع بدرجة الحرارة القصوى بحدود 27-28 درجة اليوم، أدفى من امبارح. امبارح بحدود 23 درجة. نعم صحيح. السبب في هالكتلة الباردة عم يعني هلا عم بلش تقدم علينا، ممكن تعطينا طقس متقلب نهار الجمعة. إذا بنلاحظ درجات الحرارة 3 و4 على الطلوع، يعني اليوم حتبلش تطلع، الأربعة توصل لحد الأقصى، بترجع تنزل الخميس. السبب هو الكتلة الباردة اللي عم تتقدم صوبنا، ممكن تعملنا زخة أمطار خفيفة نهار الجمعة صباحا. نعم. اللي فينا نحكي بمختصر لنهار الجمعة، وإلا درجات الحرارة ضمن معدلاتها. اليوم على الساحل بين 17 و26 درجة، الجبال بين 10 و22، والمناطق الداخلية بين 13 و28 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة، الرطوبة بين تقريبا بين 40 و70% عم بتكون، الموج منخفض، الموج حرارة في المي 24 درجة، وبالنسبة للهواء بين 10 و20 كيلومتر عم بتكون اتجاهه جنوبي غربي، بارد نسبيا يعني. نعم. بالنسبة لساعة غروب الشمس الساعة 5:31 دقيقة، الغروب الساعة 7:40 دقيقة، هذا الإجمالي. بالنسبة للويك أند رح يكون بارد أو بعد ما في معطيات؟ بالإجمال الويك أند ما في أي تغيير عن درجات الحرارة اللي هلا عم نشهدها. يعني في نزلة حرارة مثل ما حكينا مبينة الخميس والجمعة. نعم. ترجع تكتسبهم. فترجع تكتسبهم بده وقت، يعني مش قبل نهايه قبل منتصف الاسبوع الجاي تقدر ترجع تطلع الحراره. اوكي، يعني سبت واحد طقس ربيعي. ربيعي بامتياز، حيكون درجات حراره ضمن معدلاتها. نعم. شكرا لك استاذ محمد، يوم مبارك لك مره جديده من عيدك، من عيد كل الفريق العامل بمصلحه الارصاد الجويه باداره الطيران المدني في مطار